لا أحد يخلو من الخطأ، وليس هناك أحد معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم إنه في المقابل إذا كان عالما ينبغي أن يكون الإنكار بأسلوب مناسب، فقد ترى أن هذا الأمر مما يستنكر وليس بمنكر عنده، فعلمه وإحاطته قد تفوق علمك وإحاطتك، لكن بالأسلوب الطيب وبذكر الأدلة التي تبين خطأه الواجب عليه أن يعود. ولذا أحد السلف لما كان في مقبرة وسئل عن مسألة فأجاب بجواب غير صواب، فقال أحد طلابه: رحمك الله، انظر إلى هذا الأسلوب، أليس الجو فيها كذا وكذا؟ فأطرق رأسه شيئا يفكر، فقال: نعم، القول كما قلت، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في البطن. ولذلك لا تنكر إنه معك الدليل.